السلام عليكم يا جماعة، مع حضراتكم هشام الورداني. عايز انقل لحضراتكم تجربة حصلت معايا امبارح. امبارح منظمة من منظمات حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني كلموني وقالوا لي احنا محتاجين مترجم من أصول عربية ومترجم معتمد يكون بيتكلم كوري يعني بطلاقة. فقلت لهم أنا استغربت لأن أنا عارف اللي فيه كوريين بيتكلموا عربي زينا بالظبط، ويعني زينا بالظبط مفيش أي اختلاف. فقلت لهم طب أنتوا عايزينه مثلا لإيه؟ عشان هو دلوقتي يعني مكتب الهجرة عندها مترجمين، أو الشرطة برضو عندها مترجمين. فأنا مستغرب أنتوا إزاي، أنا عارف اللي فيه كوريين مترجمين وفي عرب مترجمين. فقالوا لي الموضوع دوت احنا بنعمل زي ابلكيشن او موقع، الموقع ده دوره خدمة الطلاب الاجانب بصفة عامة، فهم عايزين مترجمين من جنسيات مختلفة بس يكونوا من اصول الجنسية ديت علشان الطلاب اللي هي في المدارس الكورية والابتدائي والاعدادي والثانوي. فهم بيعملوا زي ابلكيشن او موقع، الموقع ده دوره الجانب النفسي للطلاب. يعني طبعا انت دلوقتي بصفة عامة كل الناس اللي سافرت هتبقى عارفة الموضوع ده. انت مثلا احنا معظم اللي سافر وعنده حاجة 20 سنة، بعد ما خلص دراسة سافر وعنده حاجة 30 سنة. فانت اصلا انت وانت شخص كبير وناضج، اول ما بتوصل البلد بتبقى نفسيتك مش متظبطة، وبلد جديدة وناس جديدة ولغة جديدة، فبتبقى يعني صعب ان انت تتأقلم او تندمج في المجتمع، فما بالك بقى الاطفال. فهم بيبقوا محتاجين الجانب دوت بشكل كبير. هو بالفعل اصلا يعني تبع الدوله في المدارس اصلا التعليم مجانا، ابتدائي اعدادي ثانوي مجانا، الجامعه هي اللي بمصاريف. ففي بيبقى في من حين لاخر لو انت طلبت، او مثلا احيانا هم بيعملوا بيجيبوا مثلا اخصائي نفسي يتكلم مع الطلاب سواء ابتدائي اعدادي ثانوي برضو يتكلم معاهم. يعني الموضوع موجود بس هم عايزين يفعلوا الموضوع بشكل اكبر، والموضوع ده كله يعتبر بدون مقابل. يعني المنظمات ديت بتعمل الشغل ده بدون مقابل مادي او بدعم مثلا من جهات في الدولة او بدعم من منظمات او رجال اعمال عشان تفيد المجتمع. الشاهد في الموضوع انه يعني كوريا مش بس هي مثلا دولة اقتصادية متطورة او انت عشان تتقدم او تتطور لازم تبص. انا بصراحة يعني انبهرت امبارح، فبقول لهم حتى الموضوع طب ما هو موجود، قالوا لي احنا عايزين اكتر لان احنا ملاحظين ان الطلاب الاجانب مش مندمجين، فعايزين نعمل حاجة اكتر وموقع اكبر ونجمع يعني هم زي عايزين مدقق. هم كده كده عندهم مترجمين وعندهم ناس بتتكلم كويس جدا، بس هم عايزين مدقق عشان يبقى كل كلمة مظبوطة توصل للطالب العربي تحس في شخص عربي بيكلمه، او توصل للطالب اللي من جنسية تانية الروسي او اي جنسية يحس اللي فيه، اما اللغة او اللي قدامه يكلمه بلغته نفسيا هيهدى، نفسيا هيقدر يتعلم بشكل كويس، نفسيا هيبقى مرتاح. انا مش عايز اطول لحضراتكم، بس بصراحة كل بلد بصفة عامة فيها مميزات وفيها عيوب، بس في بلد مميزاتها هي عايزة تتقدم، هي عايزة تتحرك، هي مش عايزة تستسلم، هي عايزة تطور، هي عايزة تحسن. وفي بلد هي قاعدة مكانها، بل بالعكس اللي بيتقدم بتسحبه، اللي بيشتغل انا والله بدون ذكر اسماء، في بلاد عندنا عربية مش عايز اذكر اسماء، البلاد ديت يعني انت لو نجح هتفشلك، انت لو نجح هتقصك في فلوس، انت لو نجح هتعمل لك مشكلة. لكن وفي بلاد عربية برضو يعني مثلا بتساعدك وسهولة في الاقتصاد وسهولة في، انا مش عايز انتقد، انا نفسي اللي احنا خلاص يا جماعة بقى الدنيا بتتطور والعالم بيتغير، احنا لحد امتى هنفضل عايزين يعني احنا من 100 سنة كان وضعنا مختلف، ليه الكيرف نازل كده؟ ليه بنضيع كده؟ بصراحة مجهودات من منظمات حقوق الإنسان بالذات هنا في كوريا ومنظمات المجتمع المدني، والناس دي بتعمل في يعني مش بيحبوا الشو، مش بيحبوا يطلعوا يتكلموا، بيعملوا حاجات في صمت وشغالين في صمت
وشغالين الشغل ده، ممكن في ناس شغالة مع شغلها الرئيسي فبيبقى شغالين بدون أجر يعتبر، أو أجر رمزي جدا اللي هو يعني أغلبهم بدون أجر. فالمفروض اللي احنا يعني مسلمين، واللي احنا نكون اللي احنا نموذج في الحاجات دي، خير الناس أنفعهم للناس لكن والله بجد شكرا كوريا، ومجهود كبير والله بيتعمل من أجل الأطفال بالذات. الأطفال بالذات في شغل كبير بيتعمل. في ناس هتقول في سلبيات، مفيش بلد ما فيهاش سلبيات، بس في فرق بين بلد عايزة تحسن وعايزة تنطلق فبالطبع مفيش حاجة كاملة فبيكون في سلبيات، وفي بلد تانية يعني هي عايزة تحسن برضو. أنا مش عايز أسيء لأي بلد من البلدان، هو كل بلد ليها ظروفها. يعني في بلد وضعها الاقتصادي كويس فبتبتدي اللي هي تكمل باقي الحاجات بتاعتها او باقي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وفي بلد هي متعثرة اقتصادية فتعثرها الاقتصادي ده جاي على حساب التعليم، جاي على حساب النفسية بتاعت الطلاب. هل في حد بيفكر يعني في نفسية الطلاب العرب في البلدان العربية؟ هل في حد بيسعى اللي هو يكلم الأطفال بأسلوب كويس، ما يشوف الجوانب النفسية اللي عند الأطفال ولو في حاجة يقدر ينميها، حاجة في حاجة يقدر يعدلها، السلوك الكلام ده هل في؟ والله يعني إن شاء الله أنا أتمنى القادم يكون أفضل لكل الناس، وأتمنى والله إن الدول العربية بالذات يعني تبتدي تتحرك. يعني أنت عندك كوريا مثلا نهضتها مش بقالها كتير، بقالها حوالي يعني ممكن من الخمسينات أو الستينات، وبقت ليها دور كبير ريادي في الاقتصاد وفي حاجات كتير. اتمنى برضو بلادنا ترجع، وانا عارف اللي فيه تعثرات واللي فيه برضو في بلاد مش عايزة بلادنا تنهض او مكتفاها، بس ان شاء الله القادم يكون افضل، ونتمنى لكم السعادة والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.